حق من الرحمن، غذاؤه ميزان، يشفى به الإنسان، فالتين والرمان، فواكه الجنان، والخل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن مزيد من الخدمات التي نقدمها في نظام الغذاء الميزان لإخواننا وأخواتنا الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه الخبرة. كما قلنا سابقا أن الدراسات تشير أن الجينات التي تؤهبنا للإصابة بالأمراض ليست هي وحدها مسؤولة عن حدوث المرض، واستدلينا على ذلك بالدراسات التي أجريت على التوائم المتطابقة. هؤلاء توأمين عاشوا في مناطق مختلفة، أحدهما مارس نمط من الحياة صحي وجيد وغذائي ممتاز، وأحدهما مارس نمط حياة صحي سيء وتغذية سيئة، فالذي مارس الحياة السيئة أصيب بأمراض، أما الذي مارس الحياة الصحية الطيبة فلم يصب بأمراض، بالرغم أنه الدي ان اي متطابق بينهما. واستدلينا على ذلك أيضا بالناس الذين هم من منشأ ياباني على سبيل المثال. معروف في اليابان أنه هناك لديهم نمط حياة يجعل إصابتهم بالجلطات وتصلب الشرايين قليل جدا جدا جدا. فاليابانيين الذين هاجروا إلى أمريكا حيث نمط الحياة هناك يؤهب إلى نسبة عالية من الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين وجلطات الدماغ وما شابه، بدأت هذه النسبة ترتفع عند هؤلاء اليابانيين لتصبح مثل الأمريكيين، مما يدل على أن نمط الحياة هو الأهم في تحديد حدوث الأمراض. ولذلك نحن نعمل عندما تتواصلون معنا ننصحكم، ويكون ذلك على شكل برنامج متواصل لمدة 6 شهور. يعني يتواصل الشخص يقول طيب أنا عندي مثلا تصلب في الشرايين، ماذا أفعل؟ أول شيء ننصحه بمنتجات غذائية صحية عليها دراسات أثبتت أنها فعالة وتساعده، وليس واحدا إنما عدة أنواع، نحن نريد أن نغير نمط حياته. ننصحه كيف يأخذ الطعام بترتيب معين، بكيفية معينة، بتوقيت معين، فحتى التوقيت له دور في التأثير على التعبير على الجينات، لأن نكتشف أن الأمراض التي نحملها هناك جينات تعبر عن ظهورها، والأطعمة تستطيع أن توقف هذه الجينات عند حدها، فندله على الأطعمة التي أثبتت الدراسات أنها توقف التعبير عن مرضه، فيكون مصابا بتصلب الشرايين فيتوقف تصلب الشرايين عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. ونعطيه كثير من القواعد الغذائية على مدى 6 شهور، يعني كلما اتصل فينا ويجد بشكل تلقائي مجرد ما عمل سبسكرايب أو سجل لأول مرة وهو مهتم بهذا الموضوع، سيجد سلسلة وموسوعة ضخمة من المعلومات الموثقة علميا والمعروضة بأجمل شكل وبأبسط شكل تصله تباعا بإذن الله إلى أن يصبح يغير نمط حياته تدريجيا ويحصل على حياة أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ببساطة نستطيع أن نساعدكم ونقدم لكم معلومات تفيد الأشخاص من عمر سنة حتى عمر 100 سنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لنقدم لكم بإذن الله نمطا من الحياة مبنيا على الدليل العلمي ومأخوذ من ثقافتنا يساعدكم ويحسنكم بإذن الله لتصلوا إلى أفضل مستوى صحي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يفيدنا فيما علمنا بإذن الله. في الحلقة القادمة سنجد مزيدا من التفصيلات في الخدمات التي نقدمها وفي منتجات الغذاء الميزان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جلستنا اليوم سنتحدث بإذن الله عن النظام الهرموني. ما هو الضغط الدموي الشرياني؟ الضغط الدموي الشرياني في الحقيقة أنا أشبهه بمبدأ البربيش أو الخرطوم. عندي خرطوم من الماء، تمام؟ وأنا فتحت الماء في هذا الخرطوم فأجد سبحان الله الماء يمتد 3 سنتي كذا ثم يسقط. طب ماذا لو ضغطت، عملت ضغط على هذا البربيش أو هذا الخرطوم؟ فنلاحظ إنه تدفق الماء يصبح بعيدا وكبيرا، وهذا ما يحدث بالضبط في الضغط الدموي الشرياني. الله سبحانه وتعالى خلق الشرايين وخلق الطبقة المتوسطة فيها عضلات. هذه العضلات عندما تتقلص تضغط، فبتؤدي إلى أنه تدفق الدم يصبح أقوى. طب لماذا خلقه الله؟ ببساطة لأنه أنا القلب موجود هون والدماغ في الأعلى. طيب كيف يستطيع الدم أن يذهب باتجاه معاكس لاتجاه الجاذبية الأرضية؟ لابد من وجود ضغط في جدار الشرايين، هذا الضغط يتم به التحكم عصبيا وهرمونيا، ومن ثم الجهاز العصبي له دور في رفع الضغط، والجهاز الهرموني له ضغط دور أيضا في التحكم في الضغط، رفع الضغط أو خفضه. ولذلك عندما يصاب إنسان بهبوط في الضغط، يعني الضغط صار خفيف، فإذا لا يوجد دفق قوي، الدفق أصبح ضعيفا، فإيش بيصيبه؟ دوخة. ولذلك أول علاج إسعافي لمريض الضغط نقول اجعل المريض الذي أصيب بهبوط في الضغط نقول ينام ويرفع رجليه. ليش؟ لأنه مع النوم ورفع الرجلين تحت تأثير الجاذبية الأرضية سينزل الدم إلى رأسه ودماغه ويشعر بالتحسن وتزول حالة الإغماء أو الغشي التي أصيب بها بسبب هبوط الضغط الدموي الشرياني. بعض الناس يعاني من مشكلة. إيش هي المشكلة؟ إنه بكون عنده هبوط في الضغط، يعني دائما الجهاز العصبي والجهاز الهرموني في سيطرته على الضغط الدموي الشرياني ضعيفين، ومن ثم هذا الشخص يعاني من هبوط في الضغط الدموي الشرياني، على طول تعبان دايخ لأنه ما في كمية كافية من الدم، ما في دفق جيد من الدم، ما في شرايين تضغط على الدم لتدفعه ليصل إلى الدم والأعضاء وكذا إلى آخره، وتجد دائما ضغطه أقل من 90، يعني الانقباض الضغط العالي أعلى من 90، أقل من 90 سبحان الله. ولذلك حالات هبوط الضغط أو ارتفاع الضغط نحن دائما نقول إن هناك خلل هرموني معين، على الأقل في الآلية التي تتحكم بذلك. ولذلك بنفس الطريقة نحن نعالج حالة هبوط الضغط وارتفاع الضغط بإعطاء الأعشاب اللازمة لخفض الضغط في حالة ارتفاع الضغط، وإعادة بناء جدار الشرايين وطبقات الشرايين، ونفس الوقت في حالة هبوط الضغط نحن نعطي الأعشاب التي أثبتت الدراسات أنها ترفع الضغط بإذن الله سبحانه وتعالى وتزيده. بنفس الوقت نريد أن نعمل تحكما، هذا التحكم يكون موجه للجهاز الهرموني، خصوصا الغدد مثل الغدة الدرقية والغدة الكظرية التي تتحكم بشكل ممتاز بالضغط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتناول بشكل سريع أحد الميزات الأساسية لمنتجات الغذاء الميزان. بعد 9 سنوات من البحث في الأبحاث العلمية وتجارب آلاف من التجارب على آلاف من المرضى، استخدمنا من خلالها الأطعمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، تولد لدي يقين بما لا يدع مجال للشك أن هذه الأطعمة هي الأعلى والأفضل والأحسن تغذية لصحة الإنسان ولجسمه ولعقله وفكره على الإطلاق، وهي تتفوق عن سائر الأطعمة الأخرى التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. تأكد لدي ذلك أكثر عندما اكتشفت قانون المركزية وأدركت أن هذه الأطعمة هي مراكز الأطعمة، وبدونها يصبح الطعام بلا وزن وبلا ثمن سبحان الله. وتأكد لدي ذلك أكثر وأكثر عندما وجدنا أن هناك كثير من الأبحاث بدأت تتحدث عن الأطعمة الوظيفية، وعندما قرأنا مواصفات هذه الأطعمة الوظيفية وجدناها تنطبق بالكلية على كل طعام ورد ذكره في القرآن الكريم.
وجاءت الآية الكريمة تحمل هذا المعنى وتشير أن الله خلق أطعمة أفضل من أطعمة أخرى. الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فالله الذي خلقها يقول أن هناك أطعمة أفضل من أطعمة أخرى. من هنا خرجنا بمنتجات الغذاء الميزان، منتجات يجب أن تكون مأخوذة من الأطعمة التي ورد اسمها تحديدا في القرآن الكريم. فاخترنا بداية الأعشاب ذات الرائحة العطرة والتي أسماها القرآن الريحان، وقد ورد ذكر الريحان مرتين في القرآن الكريم، الأولى في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، والثانية في سورة الرحمن إذ قال: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. استخلصنا هذه الأعشاب خلاصة كاملة موزونة، خلاصة زيتية حفظناها بزيت الزيتون البكر الطبيعي، وقد ورد ذكر الزيت في القرآن الكريم في سورة النور إذ قال رب العزة سبحانه وتعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أما الخل فقد ورد ذكره والله تعالى أعلم في سورة النحل إذ قال سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقال معظم العلماء أن السكر في التفسير هنا يقصد به الخل، لأن أهل الحبشة يقولون عن الخل سكر، والله تعالى أعلم. ومن هنا جاءت فكرة منتجات الغذاء الميزان. تابعوا معنا مزيدا من خصائص ومميزات منتجات الغذاء الميزان في الحلقات القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.